هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكي جهاد. يا ريت لو اول مره تشوفيني في القناه اعملي لي لايك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا جايبه لك النهارده معايا وصفه حلوه قوي، هنعمل مع بعض النوتيلا. نوتيلا سهله بمكونات بسيطه واقتصاديه، بنشتريها من بره باسعار غاليه. انا فكرت ان احنا نعملها مع بعض، نعملها في البيت وتكون النتيجه نفس النتيجة اللي بره بالظبط وكمان واحلى. احنا عاملين المكونات مع بعض، عارفين احنا عاملينها بايه وحاطين ايه. وانا اخترت حاجات ما تكلفناش كتير. تمام، النوتيلا بنستخدمها في حاجات كتير جدا، وبقت موضة بقى حتى في رمضان ان احنا نحشي بيها القطايف والكنافة وندخلها في حلويات كتير، وكمان بنستخدمها لاولادنا في السندوتشات للمدرسة. هقول لكم بقى المكونات معايا. هيكون معايا كوبايتين لبن، كوباية بتغلي سخنة لسه طافية عليها حالا، وكوباية لبن عادية، ومعايا نص كوباية زيت، 2 كيس نسكافيه بندق. انا هنا جبت بونجورنو. انت ممكن تجيبي نسكافيه او بونجورنو، اي حاجة بالبندق. تمام، هيكون معايا معلقة كاكاو خام ومعلقة نشا. تعالوا بقى للوردة الحلوة دي، كلها كوبايات. معيار الكوباية دي كوباية كريم جانتيه، كوباية لبن بودر، كوباية سكر، وكوباية شوكولاتة مبشورة. وانا هنا استخدمت شوكولاتة دريم، انت بقى ممكن تستخدمي اي نوع شوكولاتة انت تحبي. تمام، المكونات هنقسمها على 2. نعمل كده، هنجيب كوباية اللبن السخنة مع الشوكولاتة مع السكر مع معلقة النشا والكاكاو. ده هنقسم الطريقة بتاعتنا لخطوتين. اول حاجة هنجيب البولة، هنفضي فيها كوباية اللبن السخنة، هنفضي الشوكولاتة المبشورة، كوباية السكر، كوباية معلقة النشا، ومعلقة الكاكاو الخام، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، والشوكولاتة هتدوب علشان اللبن كان سخن. هنا شكل الشوكولاتة بعد ما دابت معايا. هنجيب بقى الخلاط بتاعي، تمام، وهنضيف فيه باقي المكونات. هنحط كوباية لبن البودرة، كوباية كريم جانتيه، وكوباية اللبن، وهضيف كمان كيسين نسكافيه بالبندق عشان تبقى النوتيلا بطعم البندق. تمام، هضيف الكيس التاني، هضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، وهسيب الزيت هيكون اخر خطوة هقولكوا هنحطها امتى. تمام، بعد ما ضربت المكونات بتاعتي كويس جدا، هجيب بقى هنا الشوكولاتة اللي انا حطيتها مع كوباية اللبن السخن لحد ما ساحت خالص، وكان معاها كوباية السكر. هضيف الخليط ده في الخلاط واضربهم الاتنين مع بعض. بعد ما ضربت المكونات كويس جدا مع بعض، ده هيكون القوام بتاعها. هنعمل ايه بقى؟ في نص كوباية الزيت هنحط الخلاط ونشغله، وهو شغال هننزل بالزيت زي خط رفيع خالص كده، زي بالظبط اما بنعمل الصوص شوكليت او الجناش اللي بنزين بيه التورتات او الجاتو شاتو يعني. والخلاط شغال، هنزل انا بالزيت زي خط رفيع كده طول ما هو شغال. انا بس مش عارفة اعمل قدامكم في الخلاط علشان الصوت، هعمل الخطوة دي وارجع لكم واوريكم القوام هيكون عامل ازاي. وده شكل النوتيلا بتاعي بعد اما انا ضربته في الخلاط. بصوا السمكة هيبقى عامل ازاي، ولسه كمان لما نسيبها ترتاح ونفضيها في البرطمانات هتتقل اكتر عن كده. تمام، انا بقى افضيها في البرطمانات واسيبها ترتاح شوية وهوريكو السمك وشكلها هيكون عامل ازاي. وده هيكون شكل النوتيلا بتاعتنا بعد اما خلصت وجهزت. بجد مش قادرة اقولكو النتيجة هي لقد ايه. وشوفوا الكمية عملت معايا برطمانين قد ايه كبار.
لو انا جيت اشتريهم من بره هيكلفوني كتير جدا اكتر من اللي انا عملته. انا عملته مكونات بسيطة وما خدتش معايا اي وقت ولا مجهود، وطعمها فعلا بالبندق والقوام بتاعها تحفة بجد. انا هنا جايبة معايا فينو، مش جايبة توست ولا اي حاجة. بصوا بقى القوام، وكمان لسه مرتحتش اكتر، كل لما بتقعد كل اما بتتقل بجد، طعمها حكاية وبجد روعة روعة. طعمها بالبندق من غير مضيف اي بندق، انا كل اللي عملته حطيت 2 نسكافيه بالبندق. بجد يا جماعة الوصفة حلوة قوي قوي، واتمنى انكم تجربوها وهتعجب اطفالكم قوي، وهتوفر عليكي ان انت تشتري النوتيلا من بره. انت عملتيها بمكونات بسيطة جدا واقتصادية، استخدميها بقى في جميع انواع الحلويات عندك، هتدي طعم مختلف، وهتخلي الحاجة الحلوة بتاعتك قيمة. طعم البندق بقى فيها غني جدا. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتك النهاردة، واتمنى انك تجربيها، وانا واثقة انها تعجبك جدا جدا. وبافتكريني بقى بدعوة حلوة. كان معاكي جهاد من قناتي، قناة صحة وطاقة وجمال. باي باي.